معكم، بتمنى تكونوا بألف خير وتعب بتشوفوا هذا الفيديو. اليوم الفيديو لهلا محتارة شو رح أسميه، وهيك بس حبيت من أول ما فقت إنه قلت اليوم بدي أخلي المتابعين يروحوا يقضوا معي هذا اليوم لأن فيه أكشنات شوي. قبل ما يبلش الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، وإذا كنتوا أول مرة بتزوروا قناتي اشتركوا بالقناة. هلا شوفوا رح أقول لكم سر إنه أنا من نوع اللي ما بحب أقول حطوا لايك اشتركوا بالقناة، بحس هيك بخجل يعني إنه بركي حدا شاف الفيديو ما حبه أو بركي حدا ما بده يشترك بقناتي ليش أجبره. فكتبوا لي كومنتس إنه ناس بنات كثير لذيذات متابعات أبوس قلبهم، إنه علا ذكرينا باللايك عم ننسى، فمشان هيك انا عم بذكر هدول البنات. اوكي، فاذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك، واذا حبيتوا القناه اشتركوا فيها. اوكي، هلا اليوم شو اليوم؟ التنظيف. ان زمان على فيديوهات التنظيف ما عملناها. امبارح اجوا لعندي رفقاتي المساء وقامت الدنيا وقعدت وتاخروا شوي بالسهره، فانا كنت كثير تعبانه وتركت عباس على دباس وما عملت شيء. والشغله الثانيه انه هدول لهم من رمضان لسه بدهم ينتقلوا. شفتوا رح اعتمد على زوجي مثل اي زوج بالعالم، اذا وحده اعتمدت على زوجها بيضلوا هدول سنه وما بيتحركوا من محلهم، فانا بدي حدا يساعدني مشان انا لهم ارجعهم على غرفه القعده. فهلا اليوم رح تيجي لعندي الصبيه ورح نتساعد سوا ورح اعمل انقلابات بالبيت، يعني تنظيف وهالقصص ما رح اجيكم يا قبل ورح اجيكم يا بعد، وخاصه بما يخص المطبخ. شايفين على فكره رح اقول لكم لكل حدا مهتم انه الاي وزبير الاي 101 منزل عروض على طاولات، سعر الطاوله 109 لونها بيضه مع الكراسي، الكرسي ب 65 والطاوله ب 109. انا رح اخذ بس الطاوله كثير رخيصه وخشب ولونها ابيض، كتير حابة احطها بدل هاي. شايفين انا طاولتي كتير تقليدية، شايفين من تحت من الطاولات زمان هدول، فهي رح افرقها لحدا محتاجه، ورح احط الطاولة هديك هيك مبينة رسمية، ورح احط مع الكراسي الفوشيا. قلتلكم رح افرجيكم قبل البيت قبل وبعد بعملية التنظيف، وكمان رايحين تذكروا حكيتلكم انه انا رفقاتي الاتراك ورفقاتي السوريين مدموجين مع بعض عاملين جمعيه مع بعض، واليوم اخر يوم للجمعيه، اليوم بتخلص. اوكي، بعدها بنرتاح بالصيف، بس يبلش الشتاء ودوام المدرسه بنبلش جمعيه جديده. وهدول الجمعيات يا جماعه جد ما بتخيلوا قديش بيساعدوا الانسان انه يصمت وشو محتاج انه يشتري. فبنصحكم اذا صح لكم تدخلوا جمعيات تدخلوا ما تقصروا. سبحان الله، شوفوا المطبخ اكثر محل يعني متى ما كان في جلي المطبخ كله بيتكركب، متى ما نظف الجلي رجع لمحله بتحسوا المطبخ كثير مرتب. اوكي، فراح اعمل هدول الشغلات ان شاء الله اليوم، وشو راح اعمل تغييرات راح شاركها معكم، فخليكم معنا وخلونا نشوف الفيديو. سألوني انه شو بتستعملي للارض وخاصة الباركي وهالقصص، فانا يا جماعة هلا طبعا الارض كتير 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 متوصلة تطلعوا عليها. هلا هاي الغرفة مثلا نظفناها. شو بستعمل؟ ما بستعمل يا جماعة عن جد لا بقعد بحط هدول المنظفات تبعات الباركي وما بعرف شو، بس بخلط مي مع دواء غسيل، ما في اقوى من دواء الغسيل، ومعطر اي نوع معطر بس مشان يعطي ريحة طيبة وبمسحه بس. الميزة انه انا اول ما جيت على البيت كانت الارض قد ما نظفتها ما كانت تنظف، بس لانه يوميا ايدي بالارض فبالاخير صارت شوي تلمع يعني. فهذا الاوتفيت اوكي. هلا انا رح لكم شغله انه انا ما بتبع ابدا ابدا الموضه، خلص الشيء اللي انا بحبه وبحس انه بيلبق لي بلبسه. فانا كثير بحب اخلط جينز مع رسمي، وهلا طالعه كثير موضه هدول الجاكيتات، هذا اخذته من عند زارا وقت كنت بمرسين. الجاكيت الرسمي اللي بلك ما بيطبق مع السبور بيطبق مع الرسمي، كثير كثير بيعطي موديل حلو مع القميص الجينز والبنطلون الكحلي والشوز الابيض اللي بسمعه رياضه والشنطه الحمراء لانه حطيت فولار، الفولار له احمر وبيج، شال بيج، وهدول النظارات كمان اخذتهم من مرسين كثير حبيتهم، لهم هاي السلسال هيك ضل على الرقبه يعني معلقه، وموديلها حلو غريب مشان هيك حبيتها. اوكي، فهذا هو الاوتفيت لليوم، بتمنى يكون عجبكم. طلعنا يا جماعه ما بتخيلوا انه هالروحه قديش تجادلنا فيها لحتى اتفقوا بالاخير على مكان
شوفوا رحلتنا شغلين. نحن شو متفقين انه وقت بتكون الجمعيه للفراك هن بيختاروا المحل اللي بدهم اياه، محل تركي يعني. وقت بتكون الجمعيه للسوريين، اليوم رفيقتنا السوريه هي اللي راح تقبض الجمعيه، فاخترنا محل سوري. بتعرفوا المحلات السوريه بتكون قليله يعني، صعب انه نختارها. ف بالاخير اتفقنا على محل شركات تركي وسوري، يعني هن تركي وسوري. اوكي فهلا رحنا عليه. احلى شغله انه هي القعده برا، وتصدقوا بالله يا جماعه لي كذا يوم ما اني طالعه برا البيت، فاليوم طلعت شوب ما بتتخيلوا. مع انه المساء كثير عم بصير بروده، بس الصبح عم بكون شوب شوب لا يحتمل. اوكي المهم هلا رايحين عليه على هذا المحل، وهي اخر جمعيه بتكون بيناتنا مع رفقاتنا، لانه نحن بالصيف بنوقف وبالشتاء بتكون ماشيه يعني. فهي هي، بس حبيت ادردش معكم واحكي معكم. ايوه بس وهلا رح اوصل مبين على فكره كثير قريب هو. وصلت رح صور لكم الاجواء، خليكم معنا. وصلنا، هذا هو الدوشلار باشيسي، حديقه الدوشلار. شوفي شايفين قديش حلو، كثير حلو. ميربا نص السن. اوه لما ما شاء الله. هاي كمان فئتنا معنا، ما بعرف احس حالي وين داخل. شايفين قديش حلو، بجنن، كثير 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 حبيت. على فكره في حديقه اماميه، في حديقه وسط، في حديقه خلفيه. الوسط بكون مغطاي، الاماميه والخلفيه هلا بكون كثير شوب ما حدا بيقعد فيها، ف رح نقعد بالوسط اللي هي مغطاي. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Hoşçakalın. Hayır, hala rahatla بعد 3 شهور لحد نرجع نجتمع ونلتقى. بحكي لكم على شعور بعد التنظيف، شو الاحساس عن جد ما بينوصف. بحسه هيك قد ما الانسان كان مكتئب بحقق له سعاده جواته. شوفوا لي المطبخ قديش نظيف وفضي، كيف كان لسه اثناء الحوسه يا جماعه، ما بتخيلوا كيف كان. يعني تعزل اليوم المطبخ كله مع الحيطان مع السقف مع كل شيء، خلصنا هلكنا. بس هالمنظر هلا اللي عم نشوفه هاد يعتبر نجاح، وهيك راحة نفسية أهم شيء. فهي الترتيب النهائي، شيء عم يضوي عم يلمع مرتب كتير. حطيت هديك على الكورنر وهي على الكورنر، ما أنه لونها فوشيا وهيك، وهي على الطاولة هيك شيء بسيط حطيت. والكونتوار بتقولوا لي بيه شو بلمع الكونتوار، في بخاخ فرجيتكم يا قبل هالمرة، هو للبلاط يعني للكونتوار للمرمر، بتلاقوه بكل المولات اسمه ماكس ماكس. ايه فهي هي. وهلا شو عم بعمل؟
عم بحضر الشاي تبعي طبعا الغسالة، صوت الغسالة شايفينه لسه لهلا ما خلصت، يعني لهلا عم نشتغل وعم بحضر الشاي. صار وقت قعدة الرواق. شوفوا يعني الحلو انه بهاليوم صح انه كان عندي ورشة تنظيف وهيك، بس بنفس الوقت نظفت ولحقت وعملت زيارة بنفس الوقت ورجعت كملت وخلصت، ولسه الدنيا الصبح ولسه زوجي ما اجا. فهاد مشان هيك بقلكم دائما انه استمتعي بوقتك ولا تحرمي حالك من شيء، وعيشي وقتك مثل ما هو صح، والشغل ما بيخلص والعمر بيخلص، فدائما حاولوا تستمتعوا بحياتكم قدر الامكان لو بشغلات بسيطه. مو ضروري على فكره الطلعه من البيت ما يبسط، انا كثير احيانا بكتئب من الطلعه، بريد بس اقعد بالبيت ما اعمل شيء، يعني هيك اصير بيتوتيه، بتعدي علي كثير هيك مراحل ما شوفوني بطلع كثير وبدخل. بس انه احيانا هلا بالصيف وهي احيانا بحاجته. اوكي هاي صار جاهز، رح اطلع على البرندا اشرب على رواق، وهيك بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو وحبيتوا، اذا حبيتوا لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، واذا اول مره بتزوروا قناتي اعملوا سبسكرايب اذا حبيتوا القناه. بحبكم كثير كثير، ديروا بالكم على حالكم، دائما كونوا متفائلين، ما فيش بهالحياه بتستاهل، حطي بالك دائما ما في شيء بهالحياه بتستاهل انه انا ازعل او انهم مشانه. اوكي عيشي الحياه صح وعيشيها مبسوطه، بحبكم كثير كثير، ديروا بالكم على حالكم، باي يا توبوسات.